اختي ما وقع والو، ماتت موتت الله. عيطوا لينا البارح في الليل قالوا لنا ماتت المراه، طلعنا لقيناها يلاه كتموت. صافي مشينا جمعنا حنا والدريات كنجمعوا داك الشيء ديال باش نوقفوا معاها، باش عيطنا الناس باش يجيبوا لابيلانس ويجيبوا الطبيب ويجيبوا داك الشيء. صافي داك الشيء اللي كاين. اليوم الصباح صبحت قالت لك راه بنتي ماتت، قتلها الراجل. حنا اختي عارفين بانها ما ضربها ما والو، كانت مريضه، خرج من الحبس ولقاها مريضه وهازه كيهز. المشاكل بيناتهم قبل يا ومي المشاكل، ديما المشاكل ديما خويا، ما كانوش كيخلونا كاع نعسوا. تبغي الصراحه زمان، دابا شي عامين 3 سنين بجوجهم كانوا كيسكروا، كانوا كيحيحوا، كانوا كيديروا كلش. ولكن دابا شي عامين هادي دابا مريض، أو هي مريضه هو كان مشدود، ما عرفتش شنو شفر ولا شنو، كان مشدود. دابا يلا خرج جوايا وخرج لقاها مريضه. صافي كان مشدود، كان مشدود، صافي كان مشدود، صافي كان مشدود، صافي كان مشدود، كان مشدود. ومن خرج بدا ما ديروا لها مشاكل حتى هي. صافي ما دايرش لايف، ما دايرش لايف، صافي صافي مونتاج، غير مونتاج. صافي ملي خرج، صافي ملي خرج بنيتي ولا كيهزك يديها للطبيب. البارح في العشيه خارجه هي كان عندها الكواطر، والكواطر داروا لها الماء في الكبده. هادشي اللي كاين، يعني ما عندهاش شي مرض خايب ولا لا لا، عندها الكرش، عندها عامره بالماء. قال لها حضرتو البارح يعني الواقعه كامله. شنو وقع؟ ماتت متعاديه. لا كيفاش ماتت؟ حيت العائله ديالك يقول لك لقاوها طايحه، ولقاوها طايحه على راسها، طايحه. لا سالينا مسيه مشات الروبيني كتغسل شعرها، كتغسل هي، جاتها بحال الكربه ديال الموت، هي ما حستش بها، طاحت على راسها، طاحت هكاك مسكينه فوق لها مسيه، تدلات غير دلات راسها متكيه. لا ما طيحش في الارض، في الناموسيه ومدليه. صافي جا في الليل هنا كيخرج للدرب كيغوت، كيقول لهم مرتي ماتت، مرتي ماتت. هو تلف مشى عند والديها، مشى داك الشيء، هادشي اللي كاين بنيتي. قالت لي امو، قالت لك بانه كان كيضربها التحقيق، قالت لك بانه واقع هو اللي قتلها. هي جات عند امها البارح ولقاتها مريضه، قالت لها ديني معاك، قالت لها ديني معاك، ما بغاتش امها ديها. سيرتو مع السته، هذيك السيده كانت مريضه مسكينه، لا كانت هي وراجلها، كانت مريضه خشيها. ها شدينا لا طاكسي باش نمشي للسبيطار، من السبيطار ما عرفتش اش وقع. اه الراجل هو اللي قال لي على الصباح. الناس كيقولوا ان الزوج ديالها هو اللي قتلها، شنو شنو تقدروا تقولوا؟ لا الاستاذه راجل ما يقش الحاج، حقاش حنين فيها، وكيدور معاها وكيعطيها كل شيء. لا 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 ما كاين حتى شي مشاكل بين بعضياتهم، هذا هو الموقع. وإذا كتبت ربي هو اللي شهد عليا. شحال من عام وأنت كتعرف هاد السيدة؟ هاد السيدة أنا كان كيضرب معايا الحبس، هو ولد حي محمدي. أول حاجة منك الوالد باش أنا باش مي ماشي لحقتو هضرات، علاش؟ أبلاتي مي ما حقاش هضرات، إلا حقاش مي أنا أختي، حيت مي ملي كانت كتجيهم غيسيب مايات جوج ساعات الليل وثلاثة تاع الليل كتجي غيسيب مايات، كيجيب قرعة ديال الشراب والجيران بروسهم كيدردك عليهم وكيغوتو الجيران شحال هادي، ما قدروش يقولوا بحال هكايا. ومات خويا جات البارح لقاتها طايحة في الدروج على عين كفاها، جات عند السيدة قالت لها ديك الساعة ديك الساعة من انتايا قاتلها هزها ولا الجيران يهزوا السيدة وديوها لعند الطبيب، كاين ولا ما كايناش، خلاو السيدة غيس هاكو على عين كفاها. انت اللي جيتي سي اختك ولا لا؟ انا ما جيتش، مات خويا اللي جات. جينا اول شيء للدار قال لنا بانها راه طايحه، راها طايحه ماشي كاين الساعه ملي لقيتيها، ملي طاحت فهمتي، ملي لقيتها طاحت يهزها ويحطها في البي، خلاها طايحه على عين كفاها. جات هذه لقاتها طايحه ومتلجه، قالت لهم هزها هزها هزها، هي باش ملي جات رفعوها
هزوا حطوها فوق الناموسيه. وهاد السيد اصلا كان كيتكرفص على اختي. واش كان كيضربها؟ كان كيضربها، كان كيجي تنصازات اليوم كيجي عندو تجي قيصه بالدمايان، وكانت جلس شهرين ثلاث شهور كيجي بدا كيطلبوا فيه باش كيدي باش كي باش كترجع معاه. ولكن هما كيقولوا بانه الزوج ديالها يعني هزها البارح وداها غير هادي وما اللي هزها الزوج ديالها كان مشدود يلا خاف من اصلا وما اللي كتخلص عليها الكره. ما اللي كنقول الصراحه حيت جيرا ما قالوش لي كاين. هي اللي جابتو. ما اللي كتخلص عليها الكره، ما اللي كتخلص على الموضوع. وما اللي كتخلص عليها هو ما بان غير هادي يومين يلي بان خرج من الحبس اصلا هو كان في الحبس يلا خارج يلا خارج. كتجي تنصدمت ليه غير شد مايا. السيد هذا كنعرفو دار معايا قيامه ديال الحبس انا، ما يقدرش يدير لها ما يقدرش يقتلها، هي حنينه فيه هو حنين فيها وكيشربوا مع بعضياتهم. هذا هو الواقع، ما حنا كنكذبوا مع الساكنه بخير الله يعمر ليه الدار حق ولله. انسان بخير عنده رزقه وعنده باه لاباس عليه بخير اون بوغتي. واحد عطاني شي كلمه اخيره في حق الزوجين ديالي ساكنين حداك. الله يرحمها مسكينه وعز سيدنا جلاله الملك. البارح انا جالسه في داري كنسمع في البكاء، طليت من الشرجم عيطت على واحد السيده قلت لها شنو وقع، قالت لي راه هذيك السيده اللي جارتنا اللي فوق راها ماتت. هبطت قال لك اودي راه حنا بغينا نجمعوا شي مساهمه باش ناخذوا ليها الكفن ونديروا لها داك الشيء اللي كيخص. قلت لها ودي انا ما عندي حتى مشكل. هذيك السيده نيت لي كانت هضرات في الاول واحد السيده اخرى حتى هي، قلنا غنديروا اللازم كجيران حنا بالواجب علينا، وانا من مفروض عليا انا ما كنعرفش الناس ديال الدر ما تنهبطش الا كان شي حاجه بحال هكا. ملي هكا طلعت انا وهاد السيده في الليل قال لك باش نديروا الفرفاره وداكشي، طلبنا الفرفارات وداكشي باش ما تخناش. لقيناها مسكينه نعسه في واحد الحاله اللي صعيبه اصلا كاين الضيق وهذا. المهم طرفنا داكشي وهذا وحزيناها غطيناها في بلاصتها، يعني داها هو بالنهار للطبيب كيقول لي الدكتور شيبات راه كاين في سميتو ما قدرش طلع لعنده. يعني السيده ضاله اصلا مهلوكه. يا راه مهلوكه. حنا دابا ملي هضرت قبيله مع السيده انا قلت غير كلام ديال الحق، جات اختها قالت كتعير فيا قالت لك لا علاش ما تقولوش راه كان كيضربها. قلت لها ودي حنا ما كنحضروش معاهم انا، الا كان فعلا كيكون بعد مره تصداع في الزنقه، الا كانوا بالليل مناقشين وداك كنسمعوا الصداع في الزنقه ما باش كنحضروا اولا كنشوفوا. ما يمكنش حنا نقولوا شي حاجه ما شناهاش، راه حنا بروسنا ما غنبغيوش يحط عندنا الباطل. اودي السيده البارح مرض هما غيفهموا احسن من الطبيب اللي جا الصباح دار لها المعاينه. شنو قال الطبيب؟ قال لك غنعطيكم التصريح ديال الدفن سيروا دفنوا المراه، جيبوا غير لي كارت باش نسيني لكم التصريح ديال الدفن. هما هي تقول كمعاينه اوليه قال لك غنعطيكم التقرير ديال الدفن يعني موته طبيعيه. هي ديك الحراره ديال الموت اللي جات خرجت مسكينه من البيت مع كلبها حصاد خرجت، غير كون طلعتي دابا غتشوفي الحاله المزريه اللي اصلا هي عايشه فيها. ما كايناش حيت داك لافابو اللي غتغسل فيه هي راسها جا حدا الدروج. انا حتى والله دابا حنا اول مره كنطلع لتمايا ملي طلعت معاك وحق الله كامل انا تسكنه اول مره طلعت للسطح ما كانش مبني الله كما شوفي الكلمه الاولى والاخرى غتبقى للطب الشرعي هما اللي غيقرروا في هذا الشيء. المهم حنا كما قلتي كشهاده حق حنا باحثنا السيده ميته موته طبيعيه يعني شهاده حق حق المهم حنا موته طبيعيه. داك الشيء اللي كاين كانوا كيسكروا كيضاربوا داك الشيء كيبقى كيخصهم بحال قبيله حتى هذوك لا علاش ما كتمني سمعتوا الرديز ما طلعتوش. راه اي واحد ساد عليه داره ما غيبقاوش كل ساعه كل واحد دق دق عاد سمعت تقرقيب يطلع لك واحد راه ما غتبغيش. صافي هما كيتناقشوا بيناتهم صافي الله يهديهم. ماشي معنى هذا حيت كان كيدار معها راكم غيقتلها ما غيركبهاش الباح ويديها للطبيب.